قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. الحديث عظيم، سبحان الله. تأمل كيف فلان صائم قائم وأنت تدرك درجة هذا الإنسان ربما تفوق بحسن خلقك. هذا في تنبيه عظيم الإخوة على أن عبادة الله ما تكون فقط في الصيام والقيام والعبادات المحضة. صحيح، هذه عبادات عظيمة وهي الأصل في زكاة النفوس، لكن العابد لله حقا هو الذي يتعبد لله في كل حياته، في كل حياته. أنت عندما تدخل بيتك وتلاعب أولادك كأنك في صلاة، ما تركت الصلاة، كأنك في صلة مع الله، لأنك تريد أن تدخل الفرح والسرور عليهم. وأفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، كيف بأقرب الناس إليك؟ عندما تنصحهم، تقص عليهم، تؤانسهم بحديثك، هذا من حسن الخلق، من العبادة لله تعالى. عندما تحسن إلى خادمك، تعفو عن خادمك، هذا من حسن الخلق، من العبادة لله جل وعلا. عندما في عملك تؤثر يعني غيرك على نفسك، ربما فلان احتاج إلى أن تنجز له بعض أعمال، عنده ظرف، عنده كذا، فقلت حاضر، ما علي، أتحمل عنك، حتى ربما تتأخر لأجل مصلحة فلان، مسكين عنده ظرف في بيته، أو ما أعطي إجازة أو كذا وهو محتاج ومضطر، خلاص ما عليه. حسن الخلق هذا، ما تدري أنت به بحسن الخلق كم تفرج عن الناس كرباتهم، أو تدخل الفرح في قلوبهم بحسن الخلق. حسن الخلق ماذا؟ كف الأذى وبذل الندى، الإحسان إلى الناس. هذا الإحسان لا شك يكون له أثر في حياة الناس، في واقعهم، في تيسير أمورهم، في إدخال الفرح على قلوبهم، في إزالة الحزن عن نفوسهم. فحقا بهذا ترتقي إلى درجات عالية، وهذا كله من التعبد لله جل وعلا، لمن نوى نية صادقة في هذا.